بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم في جوله جديده من جولات السود الابطال. النهارده هنقل لحضراتكم على الهواء مباشره المباراه الثانيه في سلسله مباريات نهائي كاس مصر للكره الطائره رجال، واللي بتتلعب على مجمع الدكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر، نهائي الدوري. انا اسف، امبارح زعنا لحضراتكم المباراة الأولى في نهائي الدوري واللي انتهت بفوز نادي الزمالك 3-1، إن شاء الله نتمنى الفوز النهارده لنادي الأهلي في المباراة الثانية عشان نرجع تاني لنقطة البداية. وفي حالة فوزنا النهارده إن شاء الله والتعادل 1-1 في نتائج المباريات، هيكون المباراة الفاصلة غدا بإذن الله يوم الاثنين، وهتكون على نفس الملعب. طبعا المباراة كان مقرر ليها إقامتها الساعة 11، ولنفس السبب اللي اتأخرت عشان امبارح هتتأخر تاني المباراة النهارده، هتقام تقريبا الساعة 12، لأن مباراة طلائع الجيش وسموحة اللي قبل مباراة الأهلي والزمالك على المركز الثالث والرابع اتأخرت، هتوصل أو وصلت تقريبا أو هتوصل لشوط خامس، فطبعا ده معناه إن المباراة تتأخر ساعة. والحقيقة كان يعني الموضوع ده مجهد جدا على اللاعبين، اللاعبين امبارح اللي لعبت سواء في الأهلي أو في الزمالك يمكن وصلوا الأوتيل امبارح على الساعة 3 أو 3 ونص الفجر، فطبعا ده يعني محتاج مراجعه الحقيقه من لجنه المسابقات في مواعيد المباريات. يعني في كذا حل لذلك، يعني ممكن مباراه التات والرابع تلعب على صاله والفاينل يتلعب على صاله، او يتلعبوا في ايام بالتبادليه مش لازم في نفس اليوم عشان نتجنب ده، لان الحقيقه الليل رمضان قصير، الليل قصير بعد الفطار ما عندكش وقت تعمل مباراتين بالقوه دي والشكل ده. الله يكون في عون اللعيبه الحقيقه والحكام وكل من يشارك النهارده في مباراه الاهلي والزمالك، لان المباراه امبارح خلصت الساعه 4 3 او 2 ونص 3 كانوا في الاوتيل، عقبال طبعا ما اللعيبه نامت واتسحرت، اتصور مش قبل 4 ونص 5 صباحا عقبال ما اللعيبه نامت. الحقيقه الاسبوع ده اسبوع مليء بالاحداث الالعاب الاخرى. طبعا من حوالي اسبوع شهدنا فوز كره اليد الرجال بالدوري وبعد كده الكاس. النهارده هذا في هذا الاسبوع عندنا ثلاث بطولات، النادي الاهلي بيخوض ثلاث بطولات في الالعاب الاخرى. بطوله نهائي الدوري كرة الطائرة رجال موسم 22-23 اللي هو امبارح أول مباراة والنهاردة تاني مباراة، دي بطولة. البطولة التانية وهي كأس مصر لكرة السلة سيدات. البطولة التالتة كأس مصر كرة سلة رجال. طب مبارياتهم شكلها إيه؟ إحنا النهاردة إن شاء الله الساعة 11 هتكون في مباراة كرة سلة سيدات الأهلي وهليوبلس. اللي هيكسب إن شاء الله هيتأهل للمباراة النهائية عشان يلعب بعد بكرة من الفائز من الجزيره وهليوبلس، من الجزيره وسبورتي غالبا يعني بنسبه كبيره جدا ان شاء الله. طبعا فريق هليوبلس فريق محترم، والنهارده هتبقى مباراه مش سهله ابدا على فريق السيدات لكره السله، نتمنى ان شاء الله يتجاوزوا هذا اللقاء. المباراه يعني الثانيه ان شاء الله غالبا بنسبه كبيره هيفوز نادي سبورتنج عشان يوصل للنهائي. النهائي هيتلعب بعد بكره، النهائي هيتلعب يوم الثلاث السيدات. طيب الرجال كره السله بكره ان شاء الله اول مباراه ليهم او مباراه قبل النهائي الاهلي والجزيره، طرف لقاء قبل النهائي الثاني هيكون الاتحاد والزمالك. الفائز من المباراتين هيلعب الفاينل يوم الاربعاء ان شاء الله، ويبقى يعني النسبه كلها والدنيا رايحه برضو هيبقى النهائي المعتاد من سنتين ثلاثه وهو الاهلي والاتحاد. وده بيقولوا لي دلوقتي مفاجاه كبيره جدا في كره السله سيدات، احنا لسه بنتكلم بنقول ان سبورتنج يكسب الجزيره، طب المفاجاه ان الجزيره كسبت سبورتنج. النهارده الجزيره وصلت فاينل، الجزيره كسبت سبورتنج في قبل نهائي كره سله سيدات. لسه بقول لكم بنسبه كبيره هيبقى سبورتنج، ولكن مباراه الكؤوس ملهاش حسابات، يعني لسه حالا بيبلغوني الجزيره حجز مقعد في مباراه الفاينل كره سله سيدات 79-71، يعني فرق 8 نقاط عشان ينتظر الفائز النهارده او دلوقتي. المباراه ان شاء الله تنطلق الساعه 11، وهنقول لحضراتكم بالمناسبه هنتابع طبعا المباراه ونتيجتها ونقول لحضراتكم اثناء الاستوديو التحليلي لكره الطائره رجال اللي احنا بنغطيها لحضراتكم دلوقتي. بالنسبه للرجال برضو زي ما توقعي، وبرضو يعني ما اقدرش احدد حاجه لانه زي ما انتم شفتوا على طول جاء الرد سريعا. انا بقول يعني ممكن سبورتنج هو اللي يتاهل، جزيره جاء الرد سريعا، جزيره تاهل للمباراه النهائيه. مباراه الكؤوس مباراه او مباريات ملهاش حسابات، انت ممكن اي فرقه تكسب اي فرقه، هي مباراه ببطوله او مباراه وتوصل فاينل فملهاش حسابات نهائي. فنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يوفق في هذا الاسبوع، الاسبوع الحقيقه مليء بالمباريات. وصولا بكره القدم بكره ان شاء الله الفريق كره القدم انهى استعداداته لمباراه سموحه غدا في برج العرب. المباراه مهمه جدا طبعا في اطار الدوري الممتاز، فرقتنا الحمد لله ماشيه بشكل كويس، يمكن فيوتشر يعني بيطارد النادي يعني بنتائجه وبيحاول يقلص الفارق،
ولكن كلنا الثقه الحمد لله في فرقتنا. فرقتنا يعني الحمد لله في حاله جيده يعني فنيا، اللعيبه فايقه، في يعني شغل بيحصل. الفرقه خلصت استعداداتها ان شاء الله، وننتظر كل التوفيق بكره ان شاء الله لفريقنا في مباراه سموحه، عشان بعد كده نرجع افريقيا مره اخرى، مباراه السبت والرجاء باذن الله. المباراه دي المهمه جدا في دور الثمانيه، مباراه الذهاب الستارتنج بتاعك في الجد، خلاص المجموعه مسؤوليه، والنادي الاهلي استطاع انه يتاهل على يعني حساب الهلال، وبعد كده ان شاء الله بنخوض مباريات دور الثمانيه. مهم جدا الستارتنج، مهم جدا المباراه بتاعت يوم السبت ان شاء الله. والجميل في المباراه النادي الاهلي اعلن منذ يعني وقت قصير انه طبعا اخذ الموافقات الامنيه بحضور 52,000 متفرج او مشجع ان شاء الله يكونوا في مباراه. خليني كمان اقول لحضراتكم البيان اللي تم نشره، دي صوره منه على موقع النادي الاهلي الرسمي. النادي الاهلي يعلن عن موافقه الجهات الامنيه على حضور 52,000 مشجع لمباراه الاهلي والرجاء المغربي يوم السبت المقبل باستاد القاهره في ذهاب دور الثمانيه لدوري الابطال. الاهلي يشكر وزير الداخليه والقيادات الامنيه للموافقه على حضور 52,000 مشجع لمباراه الرجاء. وجه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحيه الى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخليه وكل القيادات الامنيه على تلبيه طلب النادي بالموافقه على حضور 52,000 مشجع لمباراه الاهلي والرجاء المغربي يوم السبت المقبل باستاد القاهره في ذهاب دور الثمانيه لدوري الابطال. وعبر المجلس عن خالص تقديره لرجال الامن وجهودهم الكبيره التي يبذلونها وما يتحملونه من مسؤوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وان النادي الاهلي وهو يعتز دوما بتمثيل بلاده في المحافل القاريه يثمن تلك المسانده التي يلقاها من مؤسسات الدوله التي تعلي مصلحه الوطن، وفي المقدمه وزاره الداخليه وشركه تذكرتي وشركه استادات الوطنيه. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم من امبارح وكنا بنتكلم قبل انطلاق الاستوديو التحليلي لمباراه المباراه الاولى بين الاهلي والزمالك كره الطائره الرجال، قلت لحضراتكم ان جمهور النادي الاهلي يعني بيغير خريطه النهارده الحضور الجماهيري، كل ما يعني الجماهير بتتواجد في مباراه وكل ما المباراه بتعدي بشكل جيد في مؤازره الفريق والالتزام والانضباط في الدخول والخروج والانضباط في التشجيع، اكيد كل ده بيشجع الجهات المعنيه ان طبعا تسمح لجماهير. النهارده قبل كده كان 50، النهارده 52، ان شاء الله هيجي اليوم اللي هنشوف استاد القاهره بياخد الساعه الكامله لمباراه النادي الاهلي، وده ان شاء الله الحلم. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح وقلنا الكلام ده ما كناش لسه عرفنا ان في 52,000 متفرج هيحضروا ان شاء الله بحول قوه الله سبحانه وتعالى، ما كناش عارفين ان ده هيحصل في ماتش يوم السبت، ولكن كنا قلنا ان النادي الاهلي الحقيقه جمهوره سباق، جمهور النادي الاهلي سباق زي ما مجلس ادارته دايما سباق، زي ما لعيبته والاجهزه الفنيه سباقين دايما، جمهوره سباق. النهارده النادي الاهلي جمهوره ان شاء الله لما يحضر المباراه القادمه ونفس الكلام ونفس الانضباط ونفس الحضور ونفس التشجيع والمؤازره القويه واللي ان شاء الله بتنعكس بشكل مباشر على النتيجه، وكان اكبر مثال مباراه الهلال السوداني، ان شاء الله يعني هيبقى فيه مزيد والمزيد لغايه ما نرجع تاني مباراه الدوري نلاقي الاستاد موجود وجمهور النادي الاهلي. الحقيقه الفرقه فرقه النادي الاهلي او اي لعيب، احنا كنا لعيبه وكنا يعني بنبقى موجودين في الملعب، لما بتلاقي جمهور النادي الاهلي بيساندك انت بتتحول بشكل كبير جدا، لان الناحيه المعنويه بتبقى عاليه. المؤازره لما تلاقي نفسك انت هبطت في الملعب وتلاقي الجماهير بتشدك وبتقول لك يعني العب يا اهلي العب يا اهلي، بتلاقي نفسك يعني بتستحضر قوتك وتغلب على التعب اللي انت حاسس بيه عشان تبذل مجهود اكتر. وجود الجماهير يعني بيديك زي ما بيقولوا كده بلغه يعني الميكانيكا تيربو باور، بيديك يعني قوه مضاعفه ليك جوه الملعب، وده الطبيعي اللي احنا كنا كلنا دايما بنتمناه ان جمهور النادي الاهلي يكون معانا في كل مكان. النهارده ان شاء الله انت عندك مباراه سموحه، المباراه اللي بعد كده باذن الله مباراه الرجاء، طبعا ضغط مباريات رهيب على فريق كره القدم. فريق كره القدم يعني من ساعه الحقيقه ما رجع من بطوله العالم في المغرب او كاس العالم للانديه في المغرب وهو عنده مباريات بشكل دوري ومستمر، ما فيش راحه، ولكن الفضل الله سبحانه وتعالى اللعيبه قد المسؤوليه. عندك سكواد الحمد لله محترم جدا، عندك تبديلات في كل الخطوط، عندك الامور ماشيه بشكل جيد. اتمنى التوفيق لفريق كره القدم، نتمنى ان شاء الله كمان المؤازره الجماهيريه الكبيره دي كلها تاثير كبير ان شاء الله في مباراه الرجاء القادم. نرجع تاني لاخبارنا المهمه، زي ما بقول لحضراتكم النهارده تغطيتنا يعني المستمره لمباراه او جيم 2 في الكره الطائره رجال الاهلي والزمالك. مباراه امبارح باختصار ابتدت
بفوز النادي الاهلي بالشوط الاول، وكانت النتيجه 1-0، الفرق يمكن 25-17، فرق 8 اهداف او 25-18 مش متذكر قوي. والحقيقه النادي الاهلي فاز بالشوط الاول بكل سهوله. في وحصل تحول غريب ابتداء من الشوط الثاني والتالت والرابع، حصل عدم تركيز، فقدان التركيز شويه من اللاعبين، ثقه زياده، ما اعرفش يعني. بس انا يعني نتيجته في الاخر ان النادي الاهلي ما كانش في حالته خالص، يعني تحس ان فرقه ثانيه اللي لعبت الشوط الثاني والتالت والرابع. وطبعا انتهت المباراه بالنهايه 3-1. ولكن خليني اقول يعني تفسيري الشخصي قبل طبعا ما اطلع مع ضيوفي نجوم الاستوديو التحليلي كابتن كريم جمعه وكابتن حسام شعراوي، ولكن انا بقول تفسير يعني ليا بسيط، انه يعني الحقيقه يعني الفرقه واحنا حتى كمتابعين ومشجعين الحقيقه وقعنا في تريكي بسيط، او وقعنا في حاجه بسيطه، وهي الثقه الزائده في المكسب. النهارده وانا بكلم زمايلي واصحابي الاهلاويه النهارده الصبح واحنا في كل مكان بنتكلم، اللعيبه كانت او الناس يعني زي ما بتقول 100% هنكسب النهارده. والحقيقه ده مش ما تصدرلناش، يعني الكلام ده ما تصدرش للعيبه او ما تصدرش لينا كجمهور الا بالنتائج. وعايز اقول ان حتى يعني مشجعين الانديه الاخرى بدون ذكر اي اسامي او حاجه كانوا عندهم يعني ثقه في ان الاهلي هيكسب. يعني عايز اقول لكم ان الموضوع ما كانش مقصور فقط على مشجعين النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي او احنا كمشجعين هذا الفريق ومتابعينه، ما كانش الشعور ده وصل لنا احنا يعني من فراغ، وصل لنا من النتائج. 5 مباريات سابقه مع نادي الزمالك وهو الفوز، خدت بطوله السوبر المصري النسخه الاولى، رحت على البطوله العربيه، حتى الان ما فيش ولا حرفيا ولا مباراه خسرتها هذا الموسم. ده بالعكس، 5 مبارياتك مع نادي الزمالك 5 مباريات في 3 اشواط ب15 شوط، نادي الزمالك خد منك شوطين فقط، يعني بالنتائج انت حتى في تفوق كبير. فالحقيقه الحته التريك اللي احنا وقعنا فيها، او الحته اللي هي يعني زي ما بيقولوا مطب هوائي كده، ان الكل كان مصدق وما كانش عنده شك 1% ان انت ممكن ما تكسبش. وهنا دي بقى المشكله. انا في رايي انا المتواضع هي دي النقطه، هي دي الحته. اصل ما تقوليش ان التحول الفني هيبقى من شوط لشوط بهذا التغير العنيف، ابدا، دي لعيبه كبيره. الا اذا في حاجه نفسيا حصلت، ان انت لقيت مقاومه، المقاومه دي انت مش مستعد لها. خليني اكلمكم بكل امانه وبكل موضوعيه وبكل حياديه. نادي الزمالك في الشوط الثاني نزل لعب قوي، لعب جامد. فانت يعني حسيت بمقاومه انت ما كنتش متوقعها، انت كنت فاكر ان انت هتكسب 3-0 باريحيه، واللي اداك الانطباع ده سبحان الله كمان الشوط الاول. انت ماشي بكل اريحيه، ماشي ما بدون اي شد. فلما لقيت مقاومه وخسرت الشوط الثاني حصل هزه نفسيه في الفريق. ايه اللي حصل؟ عقبال ما الفرقه فاقت كان فات شوطين كمان، كنت خسرت 3-1. طيب المطلوب من اللعيبه ايه النهارده؟ مطلوب من اللعيبه تنسى صفحه امبارح دي خالص، وجهه نظري يعني. امبارح اعتبروا انت النهارده اول مباراه ليك، انت كده كده عشان تكسب الكاس لازم تكسب مباراتين. صح ولا انا غلطان؟ مش هينفع تكسب مباراه. اعتبر اول مباراتك النهارده. انسى مباراه امبارح، وانا متاكد ان الكلام ده اتقال لهم. بس انسى، واللعيبه مش محتاجه الكلام ده، اللعيبه على قدر كبير جدا من الخبرات تقدر يعني من نفسها تقدر تروح للحته دي. انسى مباراه امبارح خالص، مباراه امبارح كان لها ظروفها، صفحه جديده، نقطه من اول السطر، انت كده كده حتى لو كسبت امبارح كنت لازم تكسب النهارده. يعني انت ما عندك يعني الحمد لله ان الهزه دي جت في مباراه انت تقدر تعوضها. فالنهارده ان شاء الله لازم اللعيبه تقفل هذه الصفحه تمام. والمناسبه المباراه اللي قبلنا راحت لشوط خامس بالفعل، فكده ان شاء الله كده تاكد 100% ان مباراه النهارده برضو هتبتدي الساعه 12 بالليل، يعني بعد شويه، بعد يمكن 45 دقيقه من دلوقتي هتبتدي نتيجه تاخر المباراه اللي قبلنا. يعني طبعا الشوط الخامس بيبقى 15 نقطه، هياخد له بتاع 35 دقيقه 30 دقيقه، هتاخد لك انت 30 دقيقه تسخين، هتبتدي الساعه 12. الله يكون في عون اللعيبه بصراحه. طيب الحاجه الثانيه النهارده لازم الروح تبقى اعلى، الروح تبقى اعلى. انت عندك سكواد عالي جدا، عندك 14 لعيب، اي حد اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه برحب بضيوفي النجوم الكبار اللي مشرفيني في الاستوديو. برحب بالكابتن حسام شعراوي، نجم من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق لكره الطائره ومدير فني فريق الشباب في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن حسام. اهلا بيك يا كابتن هيثم، واهلا بكره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. منورنا، وان شاء الله النهارده تبقى نتيجه ان شاء الله ايجابيه بشكل جيد باذن الله. ان شاء الله، يعني احنا ما عندناش حل تاني غير ان هي تبقى نتيجه ايجابيه ونكسب طبعا الماتش النهارده عشان نخش ماتش فاصل بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. برحب طبعا بنجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق كابتن كريم جمعه. اهلا بك يا كابتن كريم. اهلا بك كابتن هيثم، وان شاء الله كده نكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي ونعود في المباراه ان شاء الله النهارده باذن الله. كابتن كريم، انا يمكن ما بحبش ارجع ويعني
طيب يعني انا ما بحبش اتكلم عن يعني اللبن المسكوب زي ما بيقولوا، ولكن بحب دايما اتكلم عن النهارده. كابتن حسام، يمكن مباراه النهارده بمباراه مهمه، مطلوب من الفرقه ايه؟ مطلوب من الفرقه حاجات كتيره. اول حاجه ان هي تنسى اللي حصل امبارح، ونفكر نقطه بنقطه وشوط بشوط لغايه لما نوصل اللي احنا عايزينه. طبعا ضغط امبارح دوت كان حاجه محدش كان منتظرها ومحدش كان يتوقعها طبعا، خصوصا في الدوري السنه دي. الزمالك تقريبا ما عندوش محترفين غير واحد بس، ولسه يعني اكيد لسه ما دخلش مع الفرقه. يمكن ظروف الماتش امبارح يكون الاهلي نازل متعود على المكسب السنه اللي فاتت وبدايه الموسم السنه دي، فده اللي خلى فيه نوع من يعني عدم التركيز شويه. مش عايز اقول استهتار، عدم التركيز شويه في ان الماتش سهل بالنسبه لنا، فده اللي ادى ان النتيجه تطلع بالمنظر ده امبارح يعني. بس اتمنى طبعا من الجهاز الفني يكون طبعا قاعد مع اللعيبه، واللعيبه الكبار يكون ليها دور ان هم يلموا بعض ويجمعوا بعض مره كمان، لان الماتش النهارده ما يستحملش الاسم على اثنين. ده ان شاء الله الفوز النهارده عشان نوصل لبكره باذن الله. يعني احنا في الشوط الاول ده طبعا لقطات من مباراه امبارح اللي ذاعناها على قناه النادي الاهلي، حتى الروح كانت في الشوط الاول مختلفه. يعني النقاط دي في الشوط الاول شويه، الارسالات، البلوكات، حتى البلوكات يعني كانت بشكل مختلف، الدفاعات يا كابتن. يعني احنا يمكن بعد الشوط الاول حصل حاله من عدم التركيز او فقدان التركيز. ما هو ده اللي انا بقول عليها كابتن هيثم. احنا نزلنا الماتش مركزين جدا في الشوط الاولاني، لان فرقه الزمالك مش ند لينا كويس. فطلعنا كل اللي عندنا الشوط الاولاني، وبدانا دخلنا الشوط الثاني يعني نقول استهتار شويه بالخصم الى حد ما، او ضمان المكسب. ده اللي ادى ان نخسر الشوط الثاني والثالث والرابع. انا اتمنى ان احنا من الاول نلعب زي الشوط الاولاني. الماتش كله الماتش هيبقى سهل جدا بالنسبه لنا 3-0. بس لو فكرنا ان احنا خسرنا وعايزين نعوض، لا، انت بتخش الماتش انت واثق في نفسك وواثق في لعيبتك. كل واحد يطلع كل اللي عنده، يعني يطلع احسن اداء بالنسبه له، لان لازم يعوض، لازم يصالح الجمهور باللي حصل امبارح. طب كابتن، يمكن امبارح اللعيبه 100% روحت الاوتيل قبل ما سحرت وطلعت اوضها. حضرتك كنت لعيب وعارف، لعيب كبير ومريت بالحاجه دي، بس صعب قوي ان انا ارجع. انا ليه بحب اقول ده؟ مش لعيبه النادي الاهلي بس، ولعيبه برضه نادي الزمالك بامانه، يعني ان انا ارجع الاوتيل ابقى من الساعه 5 عشان ابتدي انام، عشان عندي فاينل تاني يوم. يعني اللعيب مطالب منه ينام بدري، طب هينام الساعه 5؟ شايف ده برضه ضغط على الفرقه يا كابتن؟ هو ده ضغط كبير، يعني خصوصا ان الماتش ميعاده الساعه 10، بيبدا الساعه 12 الا شويه او 12. اكيد دوت عكس الساعه البيولوجيه بتاعت اللعيب، يعني مفيش حد بيلعب رياضه الساعه 12 بالليل. صحيح. فالموضوع ده صعب جدا، بيطلب من اللعيبه التركيز، بيطلب من الجهاز الطبي ان هو يعمل الكفري بسرعه للفرقه، الناس تبقى واقفه على رجليها، تخش الماتش التاني عارفه تشتغل، عارفه تقف. بيتهيألي ان كان في عبء كمان على لعيبه النادي الاهلي، ان بعد الخساره طبعا غير متوقعه طبعا بتبقى مؤلمه كمان. مؤلمه جدا، ان انا هقعد طول الليل هفكر في الماتش، الصبح هفكر اللي حصل عندي، الجهاز الفني هيبدا يراجع حساباته مره كمان. مفيش وقت. وطبعا الجهاز الطبي عايز يعمل ريكفري بسرعه للعيبه الثانيه، للعيبه اللي موجوده. فبالتالي ان الدنيا النهارده كانت عندهم في الفندق متدربكه شويه، ممكن يكون فيها ضغط شويه، ضغط عصبي. ثم اداها وقدود ان شاء الله. ان شاء الله. لا ان شاء الله، يعني انا واثق في اللعيبه بتاعتنا الحمد لله. اللعيبه كلها كبيره، كلها عندهم من الخبرات اللي هم يقدروا ان هم يعدوا الازمه دي ان شاء الله. كابتن كريم، يمكن يعني المطلوب من اللعيبه ايه النهارده؟ مطلوب من الفرق ايه؟ مطلوب هل هدوء الاعصاب مطلوب؟ هل التركيز عالي مطلوب؟ هل التركيز الزياده مش يعني ايه اللي مطلوب من الفرقه؟ هو اهم حاجه النهارده الهدوء، يعني الفرقه لازم، اللعيبه من امبارح كان كل تركيزهم ان هم يبقوا هاديين. يعني امبارح خلاص ماتش في طي النسيان، خلاص احنا مش عايزين نفكر فيه خالص. يعني بدايه نهايه الدوري النهارده، هم مباراتين، مباراه النهارده ومباراه بكره. ان شاء الله هنقدر نكسب ماتش النهارده، نوصل لماتش فاصل بكره مع نادي الزمالك، هنقدر نعدي بالكبوه اللي حصلت امبارح. فالنهارده اهم حاجه ان الفرقه تكون عملت ريكفري كويس امبارح، زي ما كابتن حسام قال، انت مخلص امبارح يعني الفجر 2:30 وصلت 3:30 اكيد طبعا. فده عبء كبير جدا بدني على اللعيبه، غير التشتيت الذهني بعد خساره مباراه امبارح. فاهم حاجه الريكفري يبقى كويس جدا، واللعيبه النهارده تكون هاديه، ان هي تنزل من اول ماتش تنسى خالص مباراه امبارح، خالص ما تحطهاش في حساباتها خالص. انت نازل النهارده ان انت تكسب، عندك فاينل بكره كمان، تقدر تكسب مباراتين تتوج بالدوري ان شاء الله. يعني يمكن من الحاجات الغريبه امبارح اللي تثبت برضو كلام حضراتكم وتاكدوا ان كان في حاله من عدم التركيز شويه، ان احنا البلوكات اللي احنا بنشتهر بيها، او معروف ان الدفاع عندنا البلوكات ليها دور كبير. انت عندك ثلاثات جامده جدا، عندك حتى صانع الالعاب على الشبكه لما بيجي عبد الله عبد السلام وحسام يوسف، الاثنين طوال ايدهم فوق الشبكه معديه بكتير. الشوط الثاني مثلا ما كانش غير فيه بلوك واحد خده حسام يوسف في اخر الشوط، يعني غاب عنا حاجات بديهيه من المسلمات في الفريق. شايف النهارده
لو رجعنا لنص مستوانا، مش هقول مستوانا كله، لو نص مستوانا هيفرق معنا؟ اكيد طبعا. يعني انت السنه دي لعب حوالي فوق ال 30 35 مباراه، يمكن اسوأ المباريات اللي كانت امبارح. يعني ما اعتقدش ان المستوى اللي كانت اللعيبه ظهر عليه امبارح من الشوط الثاني هيحصل النهارده، لا بالعكس، النهارده اللعيبه كلها ترجع لمستوى ثاني. يمكن كان عندنا ضعف شويه امبارح في حوائط الصد، هو ده اللي ادى لنادي الزمالك دخل معانا في الجيم تاني. يمكن انت لعبت مع الزمالك خمس مباريات، انت ما خدتش منك غير شوطين بس، وانت واخد 15 شوط. يعني حتى ما فيش مباراه كان فيها نديه، كل المباريات كلها كانت وان سايد جيم. فامبارح بس هي نفس الفرقه على فكره، اكيد بالظبط. يعني حتى الاجنبي او المحترف التركي لعب امبارح ما كانش ليه دور كبير، ملوش تاثير. يعني هو نفس الفرقه، المحترفين في نادي الزمالك هو ما عندهمش غير محترف واحد وملوش تاثير كبير. يمكن امبارح بس حوائط الصد عندنا كان فيها خلل شويه، هو ده اللي ادى لرجوع نادي الزمالك في المباراه. بس ان شاء الله النهارده تدارك الاخطاء في حوائط الصد وفي النقط الضعف اللي حصلت عندنا امبارح ان شاء الله نتداركها النهارده وهنكسب باذن الله. مطلوب من الجهاز الفني اكيد النهارده حلل داتا فولي كويس جدا، شاف زوايا الضرب، شاف اكيد نقط اكيد يعني مهم نتكلم فيها. بس هو برده كجهاز فني مش هيقدر يبني حساباته على ماتش امبارح، لان ماتش امبارح ده مش الطبيعي. أكيد. يعني لو انا كلامي صح يا كابتن، هو انا يعني اقدر اقول ان حوائط الصد عندنا امبارح ما كانتش مؤثره بسبب ضعف الارسال. طول ما انت ارسالك ضعيف، الفرقه اللي قدامك هتقدر تهاجم بشكل كويس جدا، خصوصا ان البصيره هناك ياسين الصغير دوت، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني عامل شغل كويس جدا. لعب قصادك يا كابتن؟ بيلعب قصادي، هو لسه في فريق 19 سنه. الولد هايل جدا. طول ما انت ارسالك ضعيف انت مش هتعرف تاخد بلوك. احنا عندنا بلوكات ما شاء الله عاليه جدا، اذا كان عادل او اذا كان محسن او اذا كان سعودي، وكمان بلوكات الاطراف. احنا فرقه بتشتهر بالبلوك، عشان البلوك بتاعك يكون ليه فاعليه لازم ارسالك يكون مؤثر. احنا امبارح ضيعنا ارسالات كتيره جدا في الشوط الثاني والثالث والرابع، الارسال ما كانش ذات قيمه. انت احنا كل اللي بيجي على السيرف يا اما بيامنه وبيعدي يا اما بيضيع الارسال، فانت خلاص انت خسرت النقطه بالظبط. انت خسرت اول طريقه الدفاع، برافو عليك. هو السيرف انا البلوك بالنسبه لي هجومي، انا بهاجم بالبلوك، بالتالي انا بهاجم بالسيرف، بهاجم بالبلوك، فبعد كده بريح الديفنس بعديه ورا ان هو يقدر يطلع لي الكوره واشتغل بيها كونتر اتاك. احنا الكلام دوت افتقدناه خالص امبارح بعد بدايه من الشوط الثاني، كل اللي بيجي على الارسال يا اما بيضيعه يا اما بيعدي سيرف سهل، فالبلوك بتاعي ما بقاش ليه اي قيمه ولا ليه اي لازمه في الماتش. ده اللي خلى الماتش يطلع بالمنظر دوت. انما لو احنا مركزين النهارده ان شاء الله في الارسال، نرجع الارسال بتاعتنا اللي احنا عارفينها، اذا كان رساله احمد صلاح او عبد الله او احمد سعيد، الارسال قوي جدا مؤثر. سعودي ارسالاته كويسه جدا، وسعودي جدا طبعا، ودولا ارسالاته كويسه جدا. الفكره في السيرف ان انا مش هلعب ارسال قوي، ان انا العب ارسال مؤثر ان انا اعرف اشتغل بيه على البلوك، ان انا اودي البلوك مثلا عند حسام يوسف، او اودي البلوك عند عبد الله عند الناس الطويله، او يرفع سريع على السلاتر عندي. السلاتر عندي كويسه جدا في البلوك، ان انا اعرف بدل ما اخد نقطه هاخد نقطتين ارسال واخد بلوك. فده اللي يبدا يعمل فرق مع الفرقه ان شاء الله. طب كابتن، يمكن النهارده كابتن محمد مصالح حميدو هيبقى عنده يعني فكر كتير، عنده قرارات لازم ياخدها. شايف هيلعب بنفس تشكيل امبارح ولا ممكن تلاقي تغيير في تشكيل امبارح؟ لا، انا ان هو هيبدا بنفس التشكيل الاساسي بتاع النادي الاهلي، مش هيبقى فيه تغيير، لان الماتش مش مستحمل اسم على اثنين. انا هبدا بالتشكيل الاساسي بتاعي، وهستنى اشوف سير الماتش هيبدا يمشي ازاي، وعلى حسب سير الماتش ابدا اعمل التغييرات بتاعتي. انما هو ان شاء الله هيبدا بالتشكيل الاساسي اللي احنا عارفينه ومتوقعينه دايما، والماتش هيبقى سهل ان شاء الله. كابتن كريم، شايف تتفق مع كابتن حسام في الكلام ده؟ هل هيبتدي بنفس التشكيل ولا ممكن يطرأ على التشكيل بعض التغييرات؟ ممكن يقول لك ابتدي مش بقوه ضربه في البدايه، ااخر شويه عشان افنش جاي، يعني هيبقى عنده الحسابات دي ولا لا؟ لا، يعني كابتن محمد مصلحي مش هيعمل تغييرات، يعني هيبدا بالتشكيل الاساسي، ان انت الماتش اقل من 24 ساعه، فانت هتهز استقرار الفرقه في ان انت تعمل تغييرات صحيح كبيره في الفرقه. فانت هتبدا بالقوام الاساسي اللي بدا مباراه امبارح، على حسب بقى سير المباراه هيحصل تغييرات. لكن انا ما اعتقدش ان هو هيعمل تغييرات عشان ما يهزش القوام الاساسي للفرقه. وزي ما كابتن حسام قال كده، ان احنا الوقت قصير قوي في ان انت ترجع في المباراه، فلازم تكون مركز قوي ان انت تلعب بالتشكيل الاساسي والارسالات القويه. الارسالات القويه هي اللي هتفرق معاك جدا النهارده. يمكن صانع الالعاب اللي نزل امبارح في نادي الزمالك ياسين، اللي هو الناشئ الصغير ده، هو اللي كان عمل تحول في مباراه، يمكن انت زوايا رفعه او كده انت مش محللها كويس، فده اللي عمل بس الهزه. لكن مجرد ما انت هتلعب النهارده ارسالات قويه متوجهه فيها تاثير جامد قوي، هيبدا اللعب اوت اوف سيستم. بلوكاتك النهارده ان شاء الله تكون مركزه ومصحصحه، هتقدر تسهل على نفسك المباراه النهارده ان شاء الله. طب لو احنا يعني اتكلمنا عن عامل مهم جدا وهو الارسال، طبعا خلاص احنا اتكلمنا عن الارسال، وهو برضو الدفاعات امبارح. انا هستثني الشوط الاول، انا هتكلم على الثاني والثالث والرابع، لان هو ده الدفاعات حسينا انه البلوكات حتى مش قافله زاويه وفاتحه زاويه للدفاع مثلا اللي احنا عارفينه في العادي بيبقى كده، لا حسينا ان الملعب مفتوح. النهارده امبارح لعبه حط 23 نقطه فينا، وده رقم كبير جدا. مزبوط. يعني متهيألي ما حصلش ان في لعيب حط فينا هذا السكور على مدار سنين. 23 نقطه تتحط فيك من لاعب، ده كان كتير.
ده برضو بيدل ان في هزه برضو، يعني كان في هزه دفاعيا كمان مش بس الارسال، رايك ايه؟ وطبعا يعني بدايه الهجوم بالنسبه للفريق بيبقى عن طريق البلوك، يعني طول ما انت بلوكك مصحصح وبلوكاتك واقفه صح انت بتسهل على نفسك الدفاعات. يمكن في خمس مباريات اللي فاتت مع نادي الزمالك كان العامل الاساسي ان نفوز بالمباراه وان انت تسهل المباراه على نفسك كان حاله الصد. صحيح، حتى الكره اللي كانت بتعدي من حائط صد بتجينا تشانس، كره سهله جدا. امبارح خلخله البلوكات عندنا هو ده اللي ادى لسوء الملعب، لضعف وسوء التمركز للعيبه في الدفاعات اذا كان في مركز واحد او خمسه او سته، هو ده اللي حسينا ان 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 في فجوه شويه حاصله بسبب الحوادث الصد. فان شاء الله النهارده التايمنج يكون مظبوط والفرقه النهارده تكون مركزه قوي على نقطه الضعف اللي حصلت عندنا امبارح. طبعا مع كابتن احمد سعيد المحلل التقني عندنا اكيد هيكون قاعد مع الفرقه النهارده واتكلموا في زوايا الضرب النادي الزمالك والاخطاء اللي احنا وقعنا فيها، ان شاء الله هنقدر نتفاداها النهارده في مباراه النهارده ان شاء الله. تروح حسام عين على نادي الزمالك، نادي الزمالك ما عندوش الوفره في البنش زي اللي موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده سكواد يقدر يتحمل غياب او يقدر يتحمل عدم توفيق لاعب او اثنين او ثلاثه. النهارده نادي الزمالك سبع لعيبه او ثمان لعيبه اللي بيلعبوا مش اكتر من كده، شايف النهارده ده ممكن يكون نقطه تحول لينا؟ طبعا، يعني احنا زي ما انا برضو برجع اقول ان الارسال بتاعنا هو هيبقى نقطه الانطلاق بتاعت الماتش. صحيح، 100% صح. انا عندي ست لعيبه او سبع لعيبه في نادي الزمالك، انا لو عرفت اطلع لعيب او اتنين لعيبه بره الحاله بتاعتهم المزاجيه بتاعتهم اذا كان لعبه او اذا كان احمد يوسف، انا مش هلاقي حد ان هو ينزل يشيل يسد الفجوه ديت. بالنسبه لموضوع الدفاعات بتاعتنا، احنا مشكلتنا كلها ان الارسال بتاعنا برضو انا مصمم ان الارسال بتاعنا كان ضعيف. الارسال ضعيف دوت، البلوك مش هيعرف يقفل كويس اذا كان دبل بلوك او تريبل بلوك، وبالتالي الديفنس مش عارف يقف ولا صح. طب يا كابتن معلش، يعني برضو الزمالك امبارح ما كانش موفق في الارسالات، يعني مهدي امبارح ما كانش ارسالات، دي مهدي كان بيتعبنا جدا بارسالاته، لعبه برضو كان بيعدي الارسال، يعني قصدي اقول نفس الكونديشن اللي اتحط فيه نادي الاهلي ان هو بيلعب ارسالات ضعيفه، نادي الزمالك امبارح انا ما حسيتش بارسالاته القويه الطبيعيه بتاعته. هو الفكره ان السيرف مش في قوه السيرف، الفكره تأثير الارسال عامل ازاي. احنا كان الاستقبال عندنا بيطلع بس بيطلع اوت اوف سيستم، بلوكات الزمالك كانت بتقدر تتحرك كويس، فبالتالي بداوا يطلعوا ديفنسات كتيره واشتغلوا عليها كونتر اتاك. ده الكلام ده كان واضح يمكن في الشوط الثالث قرر كتير، وقفنا كتير قوي مش عارفين نعدي كوره، الناس كانت بتعدي ارسال واحنا خلاص الفرقه عندنا وقفت، اتخذ مننا بلوكين وثلاثه ورا بعض، والكلام ده برده حصل في الشوط الرابع. الفكره مش الارسال قوي، الفكره الارسال موجه صح على اللعيب اللي انا عايز مثلا اطلعه بره اللعب، اطلعه بره اللعب او اوجه اللعب في المكان اللي انا عايز اخد فيه بلوك. مش ان انا هعدي سيرف وخلاص، او ان انا هلعب سيرف قوي وزي ما يروح، لا، هي الموضوع كله مع الداتا فولي. انا عايز العب سيرف مثلا على احمد سعيد عشان اخلي احمد صلاح يضرب وانا اقفل بلوك لاحمد صلاح. يعني بص يا كابتن، ده الشوط الاول انت شايف السيرف مع نادي الزمالك، يعني سيرفات نادي الزمالك كان تقريبا اللعب مهدي على ما اتذكر، يعني كره زي دي اللي احنا شايفينها لو تعدوها لنا ثاني يا جماعه هتلاقوا برضه نادي الزمالك. ده الشوط الاول، يعني هنا برضه يعني برضه حتى ارسالاتنا في الشوط الاول يعني التحول غريب. كل اللي حضرتك بتقوله في الشوط الاول كان بيحصل، كل اللي انت بتقوله يا كابتن حسام كان بيحصل الشوط الاول، بعد كده شايف اهو استقبال وبتاع اللعب هنا الطبيعي. اول ما كان عندنا سيرف كويس فاحنا شفنا دلوقتي ان الهجوم عند نادي الزمالك بقى ضعيف، عرفنا ناخد بلوك، عرفنا نطلع كونتر اتاك وعملنا كونتر اتاك وخدنا النقطه. انما هبدا اعدي ارسال، لا، الموضوع كده هيختلف خالص، هم هيبداوا يهاجموا باريحيه، البلوك عندي مش قافل، فبالتالي الديفنس مش عارف يطلع حاجه. دايما سرعه الكره اسرع من سرعه رد فعل اللعيب. انا كلاعب واقف في الديفنس هقف مستني الكره تيجي عندي، انما اصلا الملعب كله مفتوح وانا الملعب 9 في 9 انا مستني الكره تيجي عندي، الكره مش تيجي عندي لا بالظبط. انما لما البلوك يبقى واقف انا واخد مساحه قليله هحط ايدي الكره هتطلع، فهو ده بالتالي ده الفولي. تمام، بلغوني دلوقتي حالا ان مباراه التالت والرابع انتهت منذ لحظات بفوز نادي طلائع الجيش في المباراه الثانيه، كده مبروك نادي طلائع الجيش المركز الثالث، وايضا سموحه المركز الرابع، مبروك على المركز الرابع. واكيد ان شاء الله بالشكل ده مباراتنا تنطلق الساعه 12:00، وان شاء الله نتمنى نادي الاهلي يفوز بالمباراه الثانيه عشان نرجع لنقطه البدايه على ان يكون مباراه النهائي او الفيصل بكره باذن الله. خلي بالك يا كابتن برضو، يعني انت انا شايف ان مباراه امبارح تتعوض عادي، يعني انت ان شاء الله لو رجعت لحالتك النهارده تتعوض عادي ما فيش مشكله، ولكن الازمه بتكون في مباراه الفيصل، يعني انت بتكون طلعت فول باور. يعني المهم خلينا نعدي النهارده وبعد كده لكل مقام. هو كمدير فني انا بفكر في حاجتين، افكر ان انا اعدي ماتش النهارده وان انا يكون عندي القوه ان انا العب ماتش بكره كمان، لان ماتش بكره بالنسبه لي برده حياه او موت. يعني انا لازم اعدي ماتش النهارده وتفكيري برده في ماتش بكره بالزبط. انا اللعيبه عندي هتبقى لعبه ماتشين تقال ورا بعض في يومين ورا بعض في وقت صيام ووقت متاخر صح. والماتش الثالث هو اللي هيبقى الماتش الفاصل اللي انا اصلا بدور عليه، لازم برده اكون عامل في حساباتي. فعشان كده بنقول ان كابتن محمد مصلحي هيبدا بالتشكيل الاساسي وعلى قد ما يقدر، مش هيغير حد لانه هيبقى عايز يخلص الماتش بسرعه عشان يفكر في ماتش بكره باقل مجهود، لان ده برضو بالنسبه لي حاجه صعبه جدا. عايزين برضو نطمن جماهير النادي الاهلي على مباراه كره السله قبل نهائي الاهلي واليوبلس اللي بتقام على صاله هيئه قناه السويس
في هذه الأثناء. الكوارتر الأول أو الفترة الأولى خلصت بتقدم النادي الأهلي 16-13 على نادي هليوبلس، يعني إن شاء الله ماشيين بخطة ثابتة. وفي مفاجأة أيضا من العيار الثقيل، نادي الجزيرة نجح بشكل يعني في مفاجأة كبيرة الحقيقة أنه يفوز على نادي سبورتنج بطل أفريقيا ويتأهل للمباراة النهائية في انتظار إن شاء الله الفائز من مباراة النادي الأهلي وهليوبلس دلوقتي. إن شاء الله أتمنى النادي الأهلي أن يصعد المباراة النهائية يكون بعد بكرة. كابتن كريم أجيلك، يمكن نفس الكلام يقوله كابتن حسام شعراوي، هو ثبات التشكيل، هو لازم اللعيبة تكون مركزة بشكل كبير في تداشي الأخطاء، لازم البلوك، كل ده كويس جدا، ولكن برضو الناحية النفسية. أكيد الناحية النفسية لازم الصدمة اللي حصلت امبارح. أكيد يمكن ده دور مين بقى كده؟ أكيد يمكن الكلام اللي حضرتك بتتكلم عنه ده أهم حاجة فيه دلوقتي اللعيبة، الخبرات بقى، يعني الخبرات بتاعت اللعيبة لازم تتدخل دلوقتي، إذا كان أحمد صلاح أو عبد الله أو سعيد أو دولة الخبرات يوسف أو حسام يوسف، طبعًا خبرات اللعيبة هي اللي هتفرق جدًا دلوقتي. يمكن الخبرات هتتدخل بقى، ان لازم الملعب اوضه اللبس تبقى هاديه بقى خالص، يعني الدنيا تبقى هاديه وبنج اللعيبه حتى لو في اخطاء. اكيد طبعا، يعني نتدارك بقى كل الاخطاء، هنبدا صفحه جديده النهارده، ان مباراه النهارده لازم يبقى الهدوء من اول نقطه، وعينك زي ما كابتن حسام بيقول عينك على مباراه بكره. يعني انت لازم النهارده حتى الفول باور بتاعك تقدر تقنن احمالك جوه المباراه كمان، ما تقدر يعني ما تديش الفول باور بتاعك في اول شوط او اول شوطين وتبدا تقع تاني في الجيم الثاني الثالث والرابع، هتلاقي نفسك بيحصل نفس ما حصل امبارح. فلازم توزيع الحمل على اللعيبه ده بيجي من نتيجه بقى خبرات اللعيبه، اذا كان عبد الله او احمد في الملعب ان هم يكونوا على قد ما يقدروا ان هم يهدوا الملعب ما يكونش فيه تنشانه ما بين اللعيبه. في حاجه نفسيه يا كابتن، وحضرتك كنت لعيب كبير وعارف كابتن حسام، انا لاحظتها امبارح وعايز اخد رايكم فيها. مع اي نقطه بتيجي في ده في تقصير حصل او اي كمان، لازم الماتش مش هيخلص 25-0 اكيد، بحس ان اللعيبه يعني زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره جايه فيها جول، بتلاقي في حاله من يعني معرفش دي بقى مسؤوليه زاد عن اللزوم، احساس بالمسؤوليه، بتحس ان اللعيبه اتخضت او بتلوم نفسها، بتجلد ذاتها بشكل كبير جوه الملعب. حسيت بده امبارح. اكيد اكيد. ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ اللعيبه عليها مسؤوليه كبيره قوي ان هم عايزين يرجعوا الدوري تاني للنادي الاهلي. ايوه، يعني احنا عمرنا ما عدى سنتين على بعض، سنتين ورا بعض الدوري مش فيه، مش عايزين يغلطوا غلطه واحده. فالحمل كبير قوي على اللعيبه، اللود كبير قوي عليهم ان هم عايزين يرجعوا الدوري تاني للنادي الاهلي، ان الطايره في النادي الاهلي طول عمرها معروفه ان الدوري على طول في النادي الاهلي. فده يمكن عامل لود كبير قوي على اللعيبه ومخليهم مشدودين جدا. بس انا متاكد النهارده ان خبرات اللعيبه النهارده هتكون ليها عامل كبير جدا في عوده الكفه تاني، ان احنا نرجع في مباراه النهارده وان شاء الله هنتوج بالدوري باذن الله بكره ان شاء الله. كابتن حسام رايك ايه؟ رايك في الحاله دي؟ يعني ايه حضرتك كنت لعيب وعارف بيجي فيك نقطه، لو انت يعني بتقول بتعدي يعني ما لازم يجي فيك نقط، بتركز في اللي بعد، انما بحس اللعيبه في مسؤوليه عاليه، في جلد للذات بشكل كبير، يعني احساس عارف ساعات بيبقى الاحساس بالمسؤوليه بزياده بيجي بشكل عكسي. انت متفق معايا في ده يا كابتن؟ اه طبعا، يعني انا بيتهيالي ان الموضوع دوت كان حاصل بسبب ان هم مش يعني مش منتظرين ان النادي الزمالك يكون ليدنج كده في تقريبا طول الماتش. يعني اللعيبه نازله مستنيه ان النادي الزمالك زي الماتشات اللي قبل كده يخلص 3-0 3-1، فوجئوا طبعا ان الفرقه بتحارب على الدوري وعلى الماتش، فممكن تكون صدمه شويه من المستوى اللي ظهر في نادي الزمالك، مع ان هم نفس اللعيبه. يعني انت حتى لو خسرت نقطه اللي بعديها ركز، يعني الفكره ان انت ما تجلسش، يعني لو خدنا بالنا هنلاقي ان الموضوع دوت مع اللعيبه الكبيره، لا هم عارفين طبعا. لا النقطه خلصت مش هنعوضها، انما اللعيبه الصغيره اللي ممكن تكون خبرتها لسه قليله شويه، لا هو بيفكر ان انا غلطت في الكوره فانا لازم اعوضها بشكل كويس. لا انا خلاص الكوره ايا كان الكوره اللي خلصت ازاي ليا او عليا انا مش عارف اعوضها. صحيح، فهي دي انا متاكد ان عبد الله هيكون هو واحمد اتكلموا مع اللعيبه النهارده الصبح طبعا، وعملوا اجتماع ولموا الفرقه تاني عشان يبداوا يفكروا في اللي جاي. يعني هم خلاص اللي عدى وهم اكيد انا عارف ان هم عملوا اجتماع مع اللعيبه وجاهزين ان شاء الله ان هم يعملوا ماتش. كابتن حسام، خلينا نذكر تاني الساده المشاهدين باطقم الفريقين سواء اجهزه فنيه او لاعبين، قبل اكيد ما نروح لزملائنا الاعزاء في ارض الملعب من المراسلين عشان يقولوا لنا التشكيل النهائي. خلينا نروح للجهاز الفني في النادي الاهلي. كابتن حسام، عندنا الجهاز الفني كابتن محمد مصلح مدير فني، كابتن تامر مجدي مدرب عام، كابتن محمود جمعه مدرب، اللواء خالد ابو زينه مدير اداري، دكتور ايهاب فخر الدين الطبيب، دكتور سامح ظلام علاج طبيعي، الدكتور الحسن عبد الحميد عبد المجيد مخطط احمال، كابتن احمد سعيد محلل تقني، كابتن حسام مدلك، احمد رشاد هيكون في المهمات. ده الجهاز الفني للنادي الاهلي. خلينا نروح يا كابتن بعد اذنك كابتن كريم نستعرض برضو الجهاز الفني لنادي الزمالك، خاصه انه حصل فيه يعني تغيير هذا الموسم. كابتن شريف الشبيرلي يعني غادر وسط الموسم، وكابتن احمد عاشور تولى المسؤوليه، فبرضو نذكر الساده المشاهدين بجهاز الفني لنادي الزمالك. يمكن كابتن احمد عاشور استلم المهمه في نص الموسم بعد ما كابتن شريف الشبيرلي قدم اعتذار،
فكابتن احمد عاشور مدرب عام، وليد عبد العال مدرب مساعد، احمد شعلان مدير اداري، حسن عبد الرازق اداري، هاني سمير محلل تقني، دكتور احمد صعودي طبيب الفريق، دكتور عبد الرحمن بسيوني علاج طبيعي، حاتم انديل اخصائي تدليك، سعيد ابو العلا مهمات. نعم، ده كان الجهاز الفني لنادي الزمالك، واستعرضناه طبعا مع حضراتكم على الشاشه. خلينا نروح يا كابتن حسام بعد اذن حضرتك لقائمه الرجال او قائمه اللاعبين في النادي الاهلي، نذكر الساده المشاهدين بيهم مره اخرى. طبعا قائمه النادي الاهلي تقريبا زي الماتش امبارح، عندنا عبد الله عبد السلام مدافع الفريق، احمد صلاح ضارب مركز 2، عبد الرحمن سعودي لاعب مركز 3، لويجي لاعب مركز 4، محمد رمضان ليبرو، عبد الرحمن الحسيني لاعب 4، محمد عصران لاعب 4، محمد عادل لاعب مركز 3، يندر ليبرو الفريق، حسام يوسف معد الفريق، احمد قطب لاعب مركز 2، محمد عبد المحسن لاعب مركز 3، احمد سعيد لاعب مركز 4، احمد عزب لاعب مركز 4. نعم، دول كده 12 14 لاعب صح يا كابتن؟ نفس التشكيل بتاع الماتش امبارح. دول 14 لاعب غالبا هيبقى هو ده نفس التشكيل، يعني اتصور انه ان شاء الله والضيوف توقعوا انه مش هيحصل في تغيير بشكل كبير عشان المباراه او مباراتين في اقل من 24 ساعه. كابتن كريم، يمكن محتاجين برضو نذكر الساده المشاهدين بقائمه فريق النادي نادي الزمالك من اللاعبين. اتفضل. احمد فتحي معد، ياسين عبد الرحيم معد، محمد مهدي لاعب مركز 3، شريف الشرقاوي ليبرو، محمد عفيفي لاعب مركز 3، رشاد شبل لاعب مركز 3، محمد رضا ليبرو، احمد يوسف عفيفي ضارب مركز 4، سيف حسن عابد لاعب مركز 2، محمد مجدي جون لاعب مركز 3، رضا هيكل لاعب مركز 2، مصطفى ابراهيم لاعب مركز 4، المحترف لاعب مركز 4، محمد مصطفى لعبه لاعب مركز 4. طب كابتن، يمكن هل يعني بنظره حضرتك كده بسرعه سريعا، هل اللعيبه ال 14 لعيب دول شاركوا امبارح في نادي الزمالك ولا في لعيبه ما شاركوش؟ لا، يمكن في لعيبه، يعني محمد مصطفى ابراهيم دبشه ما شاركش، شريف الشرقاوي ليبرو فريق ما شاركش. تمام. يعني لا، مش كل اللعيبه في نادي الزمالك لا شاركت امبارح. سيف حسن عابد يعني ما خدش وقت طويل برضه، نفس الكلام، كان معظم الوقت كان رضا هو اللي في الملعب. يمكن هو امبارح كان يعني نجم المباراه كان ياسين لما نزل معد الفريق الناشئ، ياسين ولعبه ولعبه طبعا، واحمد يوسف، يمكن دول كانوا محور اداء نادي الزمالك امبارح. برايك ايه يا كابتن حسام؟ طبعا يعني لعبه لعيب كبير طبعا، لعب في النادي الاهلي ولعب منتخب مصر. انا بشايف ان لعبه السنه دي عامل موسم هايل جدا، هو اللي شايل نادي الزمالك طبعا جنب ياسين، ان هو عايز يطلع اللي عنده، وعايز يبين ان بقى في معد في مصر طالع بسرعه الصاروخ. فبيتهيألي ان هو عمل ماتش كويس جدا، خصوصا ان احمد فتحي مستواه متذبذب في طول الموسم، حتى في الماتش نفسه مستواه طالع نازل. فشايف ان لعبه فعلا كان هو محور الاداء بتاع الفريق. وكمان عجبني جدا احمد يوسف عفيف، في اي كره اوت اوف سيستم بيخش يضربها بقلب من غير ما يبقى خايف. كور كتير خلصها بالمنظر دوت، يمكن اخر كره في الماتش فعلا ضربها بالشكل دوت. فهم الاثنين بصراحه مع ياسين كانوا عاملين ماتش كويس جدا. رضا هيكل امبارح الحقيقه خلص كذا نقطه في وقت مهم برضه، يمكن هو ما كانش يعني سوبر طول يعني المباراة. هو ما كانش سوبر ستار الفريق، يمكن اللي باين سوبر ستار الفريق ياسين بتغييره مجرى الماتش. انما كلعيبه اللي هي تحس ان هي فعلا خلصت، كان لعبه وكان احمد يوسف. نعم، فشايف ان الثلاثي لعبه واحمد يوسف وياسين هم هيبقوا محور الاداء. احنا لازم نعرف نوقف لعبه عن ان هو يقدر يهاجم باريحيه، خصوصا ان لعبه من اللاعبين المستقبلين بشكل مش كويس. لو ضغطنا عليه بالارسال هنقدر نطلعه بره اللعب، يبدا يدخل المحترف الجديد كانسن، احنا لسه ما شفناهوش برده في ماتشات الاهلي والزمالك الثقيله هيبقى شكله عامل ازاي، محتاجين ان احنا نشوف. خلينا نشوف ان شاء الله اللي هيحصل، وخلينا نطير لارض الملعب صاله او مجمع الدكتور حسن مصطفى وزميلتنا العزيزه سالة حامد من ارض الملعب عشان تنقل لنا الاجواء ونعرف ان شاء الله ممكن المباراه تنطلق في ميعادها ولا قد يحدث تاخير. اتفضل يا سالة. مساء الخير يا كابتن هيثم، طبعا برحب بحضرتك وبرحب بكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار طبعا في الاستوديو، الكابتن حسام شعراوي وطبعا الكابتن كريم جمعه نجوم استوديو تحليل لمباراه اليوم، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، حاليا انا متواجده داخل يعني طبعا مجمع الصالات الرياضيه للدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر. يمكن حاليا احنا متواجدين طبعا، وزي ما حضرتك شايف يعني بالفعل بدا يعني كلا الفرقتين سواء فريق النادي الاهلي او نادي الزمالك عمليات الاحماء على
ارضيه الملعب طبعا قبل مباراه اليوم، وتعتبر طبعا المباراه الثانيه في سلسله ذا بيست اوف 3 من بطوله الدوري العام للكره الطايره رجال. لكن طبعا خليني قبل ما اتكلم يا كابتن هيثم عن مباراه اليوم والاجواء وطبعا يعني كل الامور ما قبل مباراه اليوم، يعني خليني اقول لك انه زي امبارح بالظبط المباراه يعني اتاخرت اتاخرت شويه، ان المباراه تبتدي كمان شويه، اتاخرت يعني مثلا نقدر نقول نص ساعه او ساعه الا ربع زياده بسبب طبعا المباراه اللي كانت موجوده قبليها، وكانت بين نادي طلائع الجيش ونادي سموحه، وانتهت بفوز نادي طلائع الجيش بثلاث اشواط مقابل شوطين لنادي سموحه. كان نفس السيناريو امبارح يا كابتن هيثم، كانت مباراه صعبه على الفرقتين. الاول طبعا سموحه فاز بالشوط الاولاني، وبعد كده طلائع الجيش، ثم نادي سموحه، ثم طلائع الجيش، وفي الاخر انتهت بفوز طلائع الجيش على نادي سموحه. وطبعا ده كانت المباراه يعني المنافسه على المركز الثالث والرابع في بطوله الدوري. كده خليني يعني سريعا اروح لطبعا يعني كل الامور والكواليس قبل مباراه اليوم. خليني اقول لك يا كابتن هيثم، او اتكلم بالاخص طبعا عن جمهور النادي الاهلي، او عفوا فريق النادي الاهلي تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي. يمكن طبعا يعني الكابتن ميدو مسلحي وجميع اللاعبين بعد مباراه امس، يمكن النهارده يعني كانوا بيستعدوا بشكل طبيعي زي كل مباراه. النهارده يعني كان في محاضره فيديو او فيديو ميتنج ما بين يعني الجهاز الفني وجميع لاعبي النادي الاهلي، اتكلم فيها كابتن ميدو مسلحي والجهاز الفني بالكامل يعني عن طبعا الاخطاء يعني اللي وقعوا فيها النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي في مباراه امس. يمكن نتكلموا عن الاخطاء دي وان هي طبعا ما تتكررش في مباراه اليوم. كمان نتكلموا عن يعني جميع النقاط، سواء نقاط الضعف او القوه أنا عند نادي الزمالك، والتركيز عليها طبعا لحسم اللقاء اليوم. وبعد كده الفريق تناول وجبه الافطار بشكل طبيعي، وبعد كده يعني ادوا صلاه المغرب وصلاه العشاء، وجم هنا على طول على صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادس من اكتوبر. كذلك ايضا يعني نادي الزمالك كانت استعداداتهم بنفس الحاجه، كان عندهم محاضره فيديو مع طبعا المدير الفني الكابتن احمد عاشور، وبعد كده اتجهوا مباشره يعني بعد وجبه الافطار على صاله الدكتور حسن مصطفى. كمان خليني اقول لك يا كابتن هيثم، طبعا يعني السكور شيت لجميع لاعبي النادي الاهلي اللي هيشاركوا في مباراه اليوم، طبعا البدايه مع الكابتن احمد صلاح، عبد الله عبد السلام، احمد عزب، احمد سعيد، حسام يوسف، محمد عادل، عبد الرحمن الحسيني، وعبد الرحمن سعودي، محمد محسن، احمد قطب، ومحمد عصران، وطبعا المحترف الايطالي لويجي، واكيد يعني الثنائي في مركز الليبرو محمد رمضان والمحترف يواندر جرازيا. برضو يعني ده كان كل اللعيبه اللي كانت موجودين في المباراه امس، كذلك نفس يعني التشكيل ونفس اللعيبه اللي كانوا موجودين مع نادي الزمالك في مباراه امس هيكونوا موجودين في مباراه اليوم. البدايه مع احمد فتحي، وطبعا رضا هيكل، سيف حسن، محمد مجدي، محمد المهدي، يعني طبعا اكيد محمد عفيفي، واحمد يوسف، ومحمد مصطفى لعبه، مصطفى محمد، وطبعا يعني المحترف التركي، واكيد محمد رضا وشريف الشرقاوي، ده في المركز الليبرو. يمكن جميع لاعبي النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي كانوا في مباراه امس هيكونوا في موجودين في مباراه اليوم يا كابتن هيثم. طبعا مباراه صعبه سواء على النادي الاهلي او على نادي الزمالك. يمكن يعني خليني اقول لك انه كمان بعد مباراه امس يمكن على طول يعني النائب رئيس نادي الاهلي العمري فاروق كان متواجد مع جميع لاعبي النادي الاهلي في مباراه امس يا كابتن هيثم، وخليني اقول لك ان هو اتكلم معاهم وقال لهم يعني انه ما فيش بديل عن الفوز في مباراه اليوم، وطبعا العوده مره اخرى لسلسله ذا بيست اوف 3 من بطوله الدوري، لازم نرجع تاني وننافس على بطوله الدوري، ما فيش بديل عن الفوز، ما فيش بديل عن الفوز كمان ببطوله الدوري السنه دي. يمكن طبعا اتكلم معاهم في كل الامور دي وحفزهم قبل مباراه اليوم. فان شاء الله يعني يا كابتن هيثم النهارده جميع لاعبي النادي الاهلي يكونوا على قدر المسؤوليه وعلى قدر الثقه اللي موجوده طبعا عند اداره النادي الاهلي، واكيد جميع جماهير النادي الاهلي ان هم يفوزوا في مباراه اليوم، والقدره كمان على العوده مره اخرى والمنافسه في سلسله ذا بيست اوف 3 من بطوله الدوري طبعا للكره الطايره رجال. يمكن دي كانت يعني يا كابتن هيثم سريعا كل الامور والاجواء هنا ما قبل مباراه اليوم، وطبعا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله النهارده يفوزوا في مباراه اليوم. وبارك لك طبعا يا كابتن هيثم بعد المباراه على يعني طبعا الوجود يعني لسه في المنافسه على بطوله الدوري، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل. سلا حامد، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نكسب سلا، وان شاء الله نبارك لبعض بعد المباراه. والحقيقه كلنا ثقه في الفريق كلاعبين وكجهاز فني، ثقه غير محدوده في كابتن محمد مصلح ميدو والجهاز المعاون، وثقتنا في اللاعبين غير محدوده الحقيقه، بصرف النظر عن النتائج وبصرف النظر عن اي شيء، اللعيبه دي رجاله، واللعيبه دي فعلا كانوا قد المسؤوليه، والثقه اللي هم بنوها بينها وبينهم وبين جماهير نادي الاهلي ما جاتش من فراغ، جت من نتيجه جهد وتعب وعرق. وان شاء الله احنا بنآزر هذا الفريق وقلوبنا معاه ودعواتنا مش بس قلوبنا وثقتنا في هذا الفريق. يمكن كابتن حسام بتهيألي لحظات يمكن دقائق معدوده هتنطلق اللقاء، اكيد ضغط عصب كبير على لعيبه النادي الاهلي، ولكن الخبرات هنا ليها دور يا كابتن. اه طبعا، يعني الفرقه اكيد مركزه ان هي تعمل ماتش كويس النهارده عشان تعوض مباراه امبارح. احنا مكسبنا ان احنا نخلي الكابتن احمد عاشور يبص شفنا لو
يدور على لعيبه في الدكه، بيتهيألي الماتش هيبقى سهل جدا، خصوصا ان الدكه بتاعته تقريبا ما فيهاش لعيب او اتنين لعيبه هم اللي يقدروا يعملوا الفرق، اذا كان سيف حسن عابد او اذا كان رشاد شبل لو مش هيبدا، انما اكتر من كده ما بيتهيأليش ان هيبقى عنده اريحيه في التغييرات. احنا على قد ما نقدر لازم نضغط بالارسال بتاعنا على لعبه وعلى احمد يوسف، يمكن يكون احمد يوسف من احسن اللعيبه المستقبلين في مصر، بس لعبه نقدر نلعب معاه كويس. هو لو كابتن احمد عاشور لو اتزنق مش هيلاقي حد بره ان هو يقدر يدخله في الماتش، فبيتهيألي ان الماتش ممكن يبقى ماشي سهل ان شاء الله لو عرفنا نوصل للنقطه دي. نعم، وزي ما حضراتكم شايفين اللقطات الحيه من ارض الملعب، كلا الفريقين بيسخنوا او بيبتدوا يتمرنوا على الارسالات، يعني اتصور ان شاء الله ان هو اربع خمس دقائق بالكثير وهينسحب الفريقين عشان التايم اوت النهائي او الاجتماع النهائي استعدادا لانطلاق المباراه. كابتن كريم، اجل حضرتك، يمكن وجود الفار ووجود طبعا في الباسكت بتسمى الاي ار اس، ولكن في الطايره بيتقال يعني مش فار، بيتقال الفيديو. خلينا اقول انه اوضح للساده المشاهدين حاجه مهمه جدا قبل ما اجي لحضرتك واخد رايك في هذا الموضوع، انه التشالنج في الشوط ليك ان انت يعني تطلب بيه، لو حصل انت يعني كان معاك حق فانت ليك حق تاني انت تطلبه حتى عدد كبير، ما فيش مشكله طول ما انت بتطلب تشالنج وبيكون القرار الحكم في صفك فانت بتطلبه تاني. لو طلبته مره واحده في الشوط وقرار الحكم كان غير التشالنج اللي انت او التحدي اللي انت طلبته، فبتخسر هذه الميزه. النهارده دي حاجه كويسه جدا يا كابتن كريم في ارض الملعب بصراحه. اكيد، يمكن الفيديو تشالنج في الكره الطايره من الحاجات الحديثه اللي استحدثت في بطولات العالم، ان انت خلاص بتمنع خالص فكره الخطا، ان سرعه الكره بتبقى سريعه جدا، فساعات كتير قوي الحكم ما بيبقاش شايف سرعه الكره، فالفيديو تشالنج بقى بيسهل على الحكم كتير قوي وبيمنع الاعتراض على التحكيم. يمكن في مباراه امبارح كان في كذا مره كان فيها فيديو تشالنج، بس يمكن بسبب التنشنه وضغطه الاعصاب اللعيبه ساعات بيعترضوا كمان على التشالنج. يعني امبارح شفنا يعني الكره في الفيديو ما حصلش، لا والله ما حصل، يعني كانت حاجه غريبه بصراحه. يعني بالعكس، يعني المفروض انت بتعمل فيديو تشالنج عشان تسهل على اللعيبه وعلى الحكم الاخطاء اللي في اللعبه. بس دي حاجه حقيقه من لجنه المسابقات واتحاد الكره الطائره، احنا لما الحاجه كويسه بنقول كويسه، الحاجه اللي بننتقدها للصالح العام. شايف ان دي حاجه كويسه، حاجه تحسب للاتحاد الحالي، تحسب لجنه المسابقات ان دخلوا الفيديو تشالنجينج في او الفيديو تشالنج لاول مره في مصر. اكيد، يمكن يعني الفيديو تشالنجينج المفروض ان هو يعني متبع في العالم، فانت في مرحله البلاي اوف او في الفاينل ان انت تدخل الفيديو تشالنج ان المباراه متشافه، فدي طبعا حاجه في صالح اللعبه وفي صالح الاتحاد. يمكن الاتحاد اضاف فكره الفيديو تشالنج من البلاي اوف السنه اللي فاتت، فدي عوامل كتيره وعوامل جذب للعبه وعوامل كتيره وبتسهل على الحكم وعلى اللعيبه ان المباراه تصير في نطاق كويس ما فيهوش اي مشاحنات او ان انت تعترض على الحكم او تعترض على كوره. فاتمنى ان النهارده ما يكونش في فيديو تشالنج كتير والمباراه يعني اقول لك على لعبه حصلت امبارح، نادي الزمالك كان فيه كوره النقطه خدها النادي الاهلي، دي كانت في الاشواط الحاسمه، كانت في الشوط الرابع، الشوط الرابع كان 19-19. ايوه، محسن، الكوره بتاعت محسن اتعادلت 19-19، قعدنا وقفنا مثلا دقيقه او دقيقتين بنشوف الكوره راحت فين. 19-19 والنقطه بتاعت الزمالك، لا اتحسمت للنادي الزمالك، وكانت نقطه مهمه. وكمان ده في نقطه ثانيه بقى غير دي كمان، نادي الزمالك لاعب من لعيبه نادي الزمالك طلب التشالنج، فلعيب زميله قال له لا ما تطلبش. محمد مهدي، ايوه محمد مهدي، الكوره اترفعت لاحمد سعيد في مركز اثنين وضربها، فهم قالوا لا تشالنج، فمحمد مهدي رفع ايده وقال لا ما ليه، لانه مش عايز يخسر الميزه دي. بالظبط، هو كان اقرب للكوره. لا، هي حاجه عبقريه بصراحه، انه حتى انت بتبقى مين مع نفسك، ما انت مش عايز تخسر الميزه دي. بالظبط، فقال لهم لا يا جماعه بص بلاش تشالنج، انا عارف دي لو مش موجوده هتلاقي اللعيب يقول لك لا مش تاتش ويحلف وممكن يصلي ويسجد على ان الكوره مش تاتش. بالظبط، خلي بالك احنا مش بس لعيبه المصريين، ده كل لعيبه العالم، كل لعيبه العالم بتعمل كده طبعا. هو يهمني في الاول وفي الاخر نكسب النقطه ايا يعني كانت الطريقه اللي هكسب بيها. خلي بالك ده لعيبه نادي الزمالك وهي طالبه للتشالنج كانت متاكده ان الكوره جوه، هو الوحيد اللي كان شايفها، عشان هو اللي حاسس بيها، يعني هو اللي حاسس بيها. هنروح فيها بالظبط. فلما نروح انا لما كنت لعيب انا كنت ممكن احلف ان الكوره مش تاتش وهي واخده مثلا اربع صوابع في ايديا وطالعه مفيش حد يجري ورايا. غصب عنك، ما هو مش شده والكلام ده كله بتقوله، ممكن تبقى انت في كوره قبليها مظلوم فبتقول لا انا من حقي، طب ايه الكوره دي ما انا باخدها. بالظبط، الموضوع ده قلل كتير اخطاء زي ما بيقول كابتن كريم،
ولكن هو ميزه وان انت لازم تستغلها في محلها. لو استغلتها خارج محلها هتخسر ميزه كبيره جدا، ممكن يجي لك نقطتين ثلاثه وتبقى عايز تاخد تشالنج بس انت خسرتها. مظبوط. فهنا لازم يكون ويكون في، وكمان مش دايما الجهاز الفني بيكون هو عليه الرؤيه، اللاعب. اللاعب ده اللاعب اهم من الجهاز الفني. اهم من الجهاز الفني. يعني هو دي مخليه اللعيبه، يعني اي لعيب يجي عليه تاتش او كره انسايد هو بيتكلم، فاللعيبه بيبقى صريح مع نفسه وصريح مع فريقه. بدل ما انا اودي في الايدي في داهيه مثلا ولا اقول حاجه مش مظبوطه، لا انا هرفع ايديا، لا الكره تاتش فيا، كره انسايد، انا هبقى شايفها لان انا مش عايز اخسر النقطه دي. لا، وممكن لعيب يطلب تشالنج وما يطلعش الصح، يبقى كده لو طلب يقول له لا مش عايز اسمع كلامك. بالظبط. لا ده هتحصل فيها حكايات. بص الموضوع ده هيبقى فيه قصص وحاجات، خاصه انه مش زي الكوره. الكوره الحكم في كنترول روم قاعدين فيها، غرفه التحكم، هو اللي بيطلب الحكم يجي يشوف الفار. بالظبط. فهي ملهاش علاقه باللعيب، ولو قعد اللعيبه تطلب الفار 100 مره مش هيحصل. انا شايف خلاص لحظات زي ما قلت لحضراتكم التايم اوت الاخير. طيب نروح لارض الملعب يا جماعه، خلاص بتهيألي لحظات وهتنزل اللعيبه عشان يسلموا على بعض. خلينا نروح لصاله او مجمع الدكتور حسن مصطفى عشان ننقل لحضراتكم احداث الشوط الاول من المباراه الثانيه لسلسله بيست اوف 3 فاينل الدوري للكره الطائره رجال، من صاله الدكتور حسن مصطفى ومعلقنا الكابتن اسامه ابو زينه. فالى هناك.